نعم، هنا يعني هذا القصف الإسرائيلي لا زال مستمرا، حيث أن آخر هذه الغارات الإسرائيلية كانت على شقة سكنية في أبراج الصالحي في مخيم النصيرات غرب وسط قطاع غزة. نتج عن هذه الغارة 6 شهداء حتى هذه اللحظة، وعدد آخر من الإصابات قد وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وأيضا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات. هذه الغارات الإسرائيلية على مخيم النصيرات سبقها غارات أخرى من قبل المدفعية الإسرائيلية التي أطلقت قذائفها بشكل عشوائي قبل تقريبا ساعتين من الآن على المناطق الشرقية لمدينة دير البلح وسط قطاع غزة. ونتج عن هذا الأمر أيضا عدد كبير من الإصابات الذين وصلوا إلى مستشفى الشهداء الأقصى من خلال سيارات الإسعاف التي قامت بجلب هذه الإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى، كما إصابات أخرى كانت جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي لمخيمي المغازي والبريج، وهم يقعان في المنطقة الشرقية لوسط القطاع جراء استمرار إطلاق أيضا المدفعية الإسرائيلية قذائفها باتجاه منازل المواطنين. هذه القذائف التي لا يتوقف الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاقها في تلك المناطق. بالمقابل نتحدث عن استمرار التحريق المكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء القطاع، كما طائرات الاستطلاع التي ترصد كل ما هو داخل قطاع غزة وتبحث عن بنك لأهداف جديدة داخل قطاع غزة. هذا بالنسبة لوسط القطاع، ولكن منا نتحدث قليلا عن ما يصلنا من أخبار شحيحة عن مدينة غزة وشمالها، حيث أن الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات الأخيرة القليلة الماضية قام باستهداف عدد من منازل المواطنين في منطقة حي الدرج، بالتحديد لمنزل لعائلة كريرة في تلك المنطقة. وهناك حديث عن شهداء وإصابات جراء هذه الغارة الإسرائيلية التي استهدف فيها الاحتلال الإسرائيلي هذا المنزل فوق رؤوس ساكنيه. وكان هناك أيضا استهداف آخر في منطقة الصفطاوي لأحد منازل المواطنين، وكان أيضا الاستهداف لمنزل فوق رؤوس ساكنيه ونتج عنه شهداء وإصابات. ولكن أيضا أتحدث منى عن ما وصلني من خلال أحد شهود العيان الذي كنت أتحدث معه قبل قليل، وهو أحد الأشخاص الذين الاحتلال قد أفرج عنهم اليوم بعد اعتقال دام لمدة 4 أيام. قبل 4 أيام قام الاحتلال الإسرائيلي بالوصول إلى مستشفى الشهيد كمال عدوان في مشروع بيت لاهية شمال قطاع غزة، قام باعتقال كافة الرجال في مستشفى كمال عدوان. أما بالنسبة للسيدات فأجبرهن على الذهاب إلى مدرسة وهي من إحدى مدارس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين في شمال القطاع. قام الاحتلال الإسرائيلي بأخذ كافة الرجال من ذلك المشفى إلى عرض أو إلى شواطئ بحر شمال القطاع، وقام بتعريتهم من ملابسهم بشكل كامل، وأبقى عليهم على تلك الحالة طيلة 4 أيام الماضية وهم في ساحة مفتوحة في ظل هذا البرد القارس. وقد كانت الليلة الماضية هناك أمطار غزيرة في المنطقة في مناطق قطاع غزة بشكل عام وشمال قطاع غزة بشكل خاص. أبقى الاحتلال هذا الحال عليهم، منعهم من الشراب، منعهم من الطعام، وأبقاهم في هذه الحالة الصعبة في شاطئ أو على شاطئ بحر شمال قطاع غزة منذ تمام الساعة 4 من صباح الليلة الماضية حتى تمام الساعة 11 من ظهر نهار هذا اليوم. الاحتلال الإسرائيلي كان يحاول تعذيب بعض من هؤلاء الذين قام باعتقالهم، ومن ثم قام باعتقال عدد منهم ونقلهم من خلال الدبابات إلى أماكن مجهولة حتى هذه اللحظة، والبقية قام بالإفراج عنهم دون إعطائهم ملابسهم، وقاموا سيرا على الأقدام العودة إلى الأماكن التي تم أخذهم منها ما بين مستشفى الشهيد كمال عدوان ومناطق أو منازل في مشروع بيت لاهية ومدينة بيت لاهية. تحدث لي هذا الشخص عن تفاصيل ربما من الصعب مكان أن يتم شرحها أمام الكاميرا، ليس لأنها لا تروى، ولكن فضاعتها لا يصفها لسان ولا تصفها كلمات إجراءات. فبالتالي هنا محمد، هل تم إطلاقه صراحة من أجل؟ فبالتالي هنا محمد، هل تم إطلاقه صراحة
السلاحي من أجل أن يروي القصة للبقية، ربما لردع البقية وتخويفهم؟ يعني منى هناك روايات عدة، ولو كان الفلسطيني سيردع من خلال هذه الروايات فلو لردع منذ زمن، ولكن الفلسطيني يأبى أن يكون بهذه الصورة المهينة التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي. الفلسطيني على مدار الأيام السابقة، وهنا نتحدث عن هذه الأيام العجاف التي لم تمر على قطاع غزة من قبل ولا في تاريخ الفلسطيني من قبل، حاول الاحتلال الإسرائيلي بصورة أو بأخرى أن يروع الفلسطينيين، ولكن الأمر كان مختلفا تماما. لا، وهنا لا نتحدث منى عن صورة بطولية نحاول أن نصورها، ولكن هناك مشاهد حقيقية كانت على أرض الواقع. كل من بقي في شمال القطاع وفي مدينة غزة كان له فرصة للخروج والنزوح، إلا أنه رفض وبقي وآثر أن يبقى في أرضه وفي مكانه، وكان يعلم بأن الاحتلال الإسرائيلي ممارسته لا تخفى على أحد، وأن الاحتلال الإسرائيلي سيمارس بحقه العديد من أصناف العذاب والويلات، إلا أنه آثر على ذلك. ولكن الشاهد بالموضوع منى بأن الاحتلال الإسرائيلي أراد من خلال هذه الفعلة أن يثبت للعالم أجمع ما بات يعرف عن الاحتلال الإسرائيلي، بأنه يصر على تعذيب الفلسطينيين، على ترويعهم، وأيضا هو متعطش دائما لدماء الفلسطينيين الذي سرعان ما يفتح شهيته على الغارب، وهو يحاول الإغال بدماء الفلسطينيين، لا سيما عندما نتحدث عن الأطفال وأيضا عن النساء الذي باتوا هم الأعداد الأكبر في عدد الضحايا والمصابين جراء هذه الغارات الإسرائيلية التي لم تتوقف. وحتى في الاعتقال، اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأطفال والنساء كما كان يعتقل أيضا الرجال، ومارس بحق الأطفال والنساء نفس ما مارسه بحق الرجال في شمال وأيضا في مدينة غزة. كل الشكر لك محمد أبو نموس، وطبعا سنعود إليك كل ما جد جديد. كنت معنا مباشرة من دير البلح، شكرا لك.